حكيان وبنت بالواسطة، أنا ما أدركت، أدركه الوالد الشيخ المجادلي رحمه الله العمين، كان على شاطئ نهر فتح بمساعدة دولة أجنبية ألمانيا، هذا عندنا في البلد نهر فتحت له فروع، فجاء العمال الألمانيون وكان الناس بداية يعني اتصالهم بالغرب، فجالوا على الفطرة والحياة، وكان هذا الرجل من القراء السبع يحفظوا القراءة السبع ويدريها، وبلغ المشيخة وعزز وضعف، فكانوا يضعون له في البادية مقعد صغير يستروح فيه، وكان بين عينيه أحد هؤلاء الألمان يفتحوا ترعة الماء، وكان القيل والصيف، وكان هذا البيت هذا بيت الشيخ يعني متواضع وبينه نبات الصبار يدور به، وكانت إحدى بناته أو كذا أو سهرة أو زوج ابنه يأخذ الصبار تمر صبار تين شوقي بقصبة، وكانوا غالبا هم يضعون هذا في الفطور، يفطر النبي في البلد، فجاء هؤلاء الألمان وبيضوا وفيهم كمال جسماني، فخلعوا ثيابهم لشدة الحر وأرادوا أن وخلعوا يعني بلغوا إلى حجي إلى حج لا يطاق في الكشف عن سؤالي، هم يريدون التبرد أمام قرى من أهل الإيمان تدرس السبع وتدرس السبع، وهذا الشيخ رآهم فقال لابنته وكذا ادخلي أعوذ بالله أعوذ بالله، وحمل أصبعه الناس الذي قصى لي رأى الروي بنفسه يقول يا ربي هؤلاء إيش يجيهم، قال والله الذي لا إله إلا هو غصى معا فما طلع، وهم أهل خبرة نفسه غصى في الماء فما طلع أبدا إلا وهم موتى على البر، والله الذي لا إله هذه الأشياء وغيرها، أنا الأشياء ما تنقصها لكم أقصها لكم إلى التأنيس، لأن البعد فهو كارثة، البعد عن الله كارثة